اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومرحبا في حلقه جديده في حوار اخر. السودان ما بين التنميه، ما بين الحكم، ما بين الدوله، هي كثير جدا من الاهتمامات الان على الساحه السودانيه. لكن منذ استغلال السودان وما قبل الاستغلال هنالك سؤال مهم جدا، ما هي معوقات التنميه في السودان؟ لنجيب على هذا التساؤل، او قل عزيزي المشاهد الكريم نلقي الضوء على هذا التساؤل والاستفهام الكبير، ارحب تحيه خاصه جدا بضيفي الدكتور الوليد ادم ماديبو، خبير الحكمانيه ومستشار التنميه العالميه. دكتور الوليد اهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك ونورت البلد. نور الله قلبك. الله يكرمك. وايضا نرحب بحواء، الاستاذه حواء جديد كباشي، الخبيره الاقتصاديه والاجتماعيه. ايضا استاذه حواء نورت البلد، مرحبا بك. شكرا لك، اهلا بك. انا داير ابدا الحلقه، يعني حقيقه هي حلقه استثنائيه، انا لأنه كلاكما قادم من أقاصي الشمال في موسم هجرة للشمال، لكن لما تعاي للسودان من بعيد بتكون الصورة أكثر وضوحا، خاصة إذا الإنسان احتك بثقافات منهجية وثقافات حكمانية. دكتور وليد، ف مفهوم التنمية في السودان وارتباطه بالشخصية السودانية، هل نحن في خلال كل الحقب الوطنية استطاعت الشخصية السودانية أن تعي مفهوم التنمية حقيقة كمفهوم اجتماعي وقبل أن يكون مفهوم سياسي واقتصادي؟ أنا بفتكر الناس الأوائل، طبعا شكرا لك، وأنا بفتكر إحنا حسا في حالة هجرة إلى الجنوب. نعم. وأنا يمكن أختي حواء جاية من بعيد شوية من كندا، أنا جاي من قريب من الخليج. أنا بفتكر الناس الأوائل استطاعوا بإمكانيات بسيطة جدا أن يحافظوا على المجتمعات بتاعتهم، لأنه كانوا بيستنطوا إلى نبض الأرض، يعني بمعنى أنه بيتواصلوا مع الجمهور بتاعهم، يعني بيتواصلوا مع الرعية بتاعتهم، بيستقوا الحكمة من 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 العامة، بعد ذلك بيبدوا في تشاور مع الخاصة وكده. فكان المفهوم بتاع البوتوم أب أبروتش، المنهجية التنمية اللي بادية من تحت إلى فوق، بوتوم أب أبروتش، كانوا هم مستبطنين وإن لم يكن مدركين من ناحية مفاهيمية. لكن أنت قلت عبارة مهمة جدا نعلمها بخطين، الشخصية السودانية، المدخل للتنمية هو فهم هذه الشخصية. لأنه عشان كده بيجي دور الثقافة. يعني أنت لما تيجي تعمل وزارة بتاع جهاز تخطيط التنمية وإحصاء، لابد يكون فيه مفكرين ومنظرين، لابد يكون في ناس بيشتغلوا على مفهوم الثقافة، لأنه في دول استطاعت انه تعمل اعمار مادي كبير جدا لكن بمعزل عن تطوير هذه الشخصيه، الشخصيه خليجيه، شخصيه افريقيه، شخصيه. فاذا الشخصيه لم تطور وكانت بل في معزل عن المنهج بتاع التنميه، هذه التنميه لا محاله ستنهار. انا بفتكر اول خطوه نعملها اننا نبتدي بوتوم اب، نشتغل على هذه الشخصية، ما هي الإشكالات بتاعتها، الأشياء الأساسية اللي ممكن نعمل على تطويرها، أشياء السالبة اللي مفروض أن إحنا نحاول نقومها. لأنه أخي عماد، كل النهضة اللي حصلت دون استثناء، سنغافورة، كوريا، ماليزيا، أوروبا، طبعا الناس المدخل الحقيقي بتاعها كان هي على تطوير الشخصية. ايوه. فانا بفتكر المدخل هو فهم الشخصيه، لانه يعني انا اذا سالتني كخبير في التنميه العالميه وكده بقول لك هذه الشخصيه السودانيه عندها خصال عظيمه كثيره جدا، لكن ما فيها واحده فقط من هذه الخصال كومباتبل مع مفهوم التنميه، يعني متمشيه مع مفهوم التنميه او تخدم مفهوم التنميه، لانه كان زمان عندنا التكافل اللي هو القيمة المحورية في أخلاقنا وفي مجتمعاتنا، وجاء الاقتصاد النيوليبرالي ده وقام ضرب التكافل، فبدل التكافل جاءت شنو؟ جاءت الانتهازية والاتكالية. أنا يعني دكتور وليد، أنا حسوق الكلام ده للأستاذ حواء، ونحن عندنا في الأمثال العربية وراء كل عظيم امرأة.
هل المرأة السودانية يعني في تاريخها الكبير استطاعت أن تستقري ما قال دكتور وليد في أنها ترتقي بشخصية الرجل وترتقي بنفسها برغم أن المرأة السودانية يعني إلى حد كبير دون المرأة العربية ولا فريقين لا حظوا من التعلم في فترات بعيدة يعني إذا كان أول مدرسة مثلا فتحت في 1907 ومشاركاتها فهل استطاعت المرأة السودانية من خلال تعليمها وثقافتها أن تدرك مفهوم التنمية وتدفع بنفسها وبالرجل في هذا المفهوم؟ شكرا جزيلا على السانحة دي. أنا دارو كيف في حتة المرأة السودانية دي لأن المرأة السودانية بالمفهوم اللي أنت بتقصده we are not in the same page يعني لما تجي تقول المرأة السودانية اللي نحن مختلفين في الديفينيشن بتاع المرأة السودانية المرأة السودانية حسب بقى عندها مفهومين ناس يتكلم عن المرأة السودانية ب ب ب ب بمنطلق الحضر ولكن لو أنا رجعت ربطت الحتة دي بالتنمية أنا بفكر الريف. إيه؟ الريف نعم نعم نحن المرأة في الريف مرتبطة هي بالتنمية وهي جزء أساسي في الإنتاج ونحن عندنا في الغرب بيقولوا لك الله بيقولوا للنساء العوين بمعنى إن معاونات أيوه شفت كيف يعني دي جاية من التعاون معاونات يعني فهم عندهم دور كبير جدا جدا في الحتة بتاعت التنمية عكس المرأة يعني هسي في الحضر لأنه دي جات ودخلت بقصة المدارس ودار حقوق ودار لكن نحن كجزء يعني هي ساهمت حتى في نجاح الرجل يعني مثلا بتلقى مثلا أكثر الناس اللي الجيل الأول المتعلم دي أو مشهو جامعات وتخرجوا وحتى لايك دكتور الوليد هنا يمكن تكون حببته ما تعلمت لكن هي دفرت بالحتة دي في مجال التعليم والمسألة دي فده الدور يعني ما يعني نحن مفروض نشيد به في الحتة دي للمرأة ودورها في ده بيقودني لدكتور وليد مفروض الأستاذ حواي أنه العقل السوداني إلى حد ما هو ممكن يكون مجتهد في إدارة نفسه وتطويره يعني إذا مسكنا نموذج المزارع مثلا المزارع ممكن يزرع 10,000 هكتار مثلا يعني لكن لو جيت سألته ما بكون عنده الانتباه انه ما يزرعه لصالح اقتصاد الدولة كلها يعني مش الفائدة اللي هو بس يعني نحن دائما عندنا خصوصية الناتج ده كلام مهم جدا انا الليلة كنت يعني انا ما خبير اقتصادي لكن من باب الملاحظة هل توافقنا او تختلف معي دي اي لكن انت ما تنفي عن نفسك صفة صفة الخبير الاقتصادي دي لانه يعني دي مسألة ما دايرة شهادة وتخصص انت قلت نقطة مهمة جدا الليلة احنا كنا كأساتذة الجامعات قاعدين في معهد الانماء الانمائية في جامعة الخرطوم وبنتكلم عن انه واحدة من الاشكالات الرئيسة في مشروع التنمية ده انه الشروخ الموجودة في دورة تصميم وتنفيذ السياسات بمعنى انه الدائرة العلمية اذا كانت جامعة الخرطوم او المراكز التابعة لها او الجهات البحثية الاخرى هي بمعزل عن المواطن والمواطن بمعزل عن الدولة يعني الدورة دي احنا بنحرص على انه نقعد مع المواطن تحت في الجمعيات الNGOs Non-Governmental Agencies جمعيات التوعية نشرح لهم الإطار الكلي للتنمية لكن لا يكفي فقط المواطن الإكزيكتيفز نفسهم الوزراء والمدراء والتنفيذيين لابد يفهموا الإطار ده بتاع الإطار المفاهيمي للتنمية وحتى العملاني لأنه إذا ما ارتبطت الدائرة العلمية بالدائرة القيمية المجتمعية بالدائرة السياسية أي شروخ في هذه الدورة ستعيقك ستحرمك من إمكانية تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا فلا بد أنت تبتدي المواطن ده أنا أتذكر عندي عم اللي كان خبير في الـ بس أديك له كمثل خبير في الزراعة ومتخرج هو وزملائه من أعظم الجامعات في المجال بتاع الزراعة ده ريفرسايد كاليفورنيا وقال لي أن إحنا جينا نتناقش في القصة بتاعت المحاصيل وما المحاصيل لأننا أكثر من كم 40 باحث وجا راجل جلابي كده من السوق هو شغال في المحاصيل
مسك الطباشيره طقطق لهم الازعاف. قال لي من حينها انا فهمت، عمل لهم بورصه من حينها انا فهمت بانه هذه الدائره عشان لابد يتكامل فيها دور الانسان العادي ده مع دور السياسي مع دور العالم، وكده بتحصل نهضه حقيقيه. ولابد حس اخواننا القائمين على الامر يعوا ويفهموا بانه هذا البلد فيه خبرات عظيمة جدا. الفكرة كلها إنك أنت تخطهم مع بعض عشان إنه هم يفكروا كمنصة كفورم. نعم. ما يكونوا بمعزل. كلامك مهم جدا. أنا خليني أوجه نقط كبير جدا للحكومة الحالية. يعني لما جاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أنا كنت حريص إنه مثلا أشوف ماذا يقول هذا الرجل، فقام يتكلم عن مشاركة المرأة، وما زال رئيس الوزراء يتكلم عن انه والله احنا ادينا مساحه للمراه 40% من المشاركه او كذا ايا كان الرقم. لكن في سؤال مهم جدا حقه يسال دكتور عبد الله حمدوك، عن اي مره تتحدث؟ هل عن المراه التي انت الان تسعى لتطويرها، ولا عن مراه موجوده وربما تكون لا تعي قضايا بلدها حقيقه او تعي قضايا التنميه؟ فالسؤال بيقولنا الاستاذ حواء، يعني زي احنا دايرين نخلي المرأة تشارك مشاركة حقيقية، ما المشاركة السياسية. دكتور الوليد، أنا جاي للحلقة برغم أنه أنا الحلقة دي عرفتها في 6 ساعات، أنا أعتذر للمشاهد دكتور بناير، لكن سريع جدا تابعت كثير جدا من لقاءاتك، فعجبني تعبير مهم جدا وصورة لطيفة عن مشهد 17 نوفمبر، يوم 17 اللي هو مشهد توقيع الوثيقة الدستورية عرس السودان. فعجبني قراءتك بأعينهم لا بأعين. ايوه بالضبط كده. في القصه بتاعت المرأة والكلام الان بيدور وتعيين الوزارات او الوزيرات، يعني احترامنا شيء جدا لمعدات، لكن هل ده حقيقه يعني مشاركه المرأة؟ هل يعني المرأة هي مؤهله للتنميه الان، ولا في خطوات؟ استاذ حواوتي عشتي في الغرب، في خطوات لابد ان تحدث لنقول ان المرأة الان جزء من هيكل التنميه في السودان. أنا بقول شكرا جزيلا تاني لسؤالك دي. قبل نحن تكلمنا عن إنه لما نتكلم عن المرأة، يعني بذات أنا في نظري زي بتفق معاك في كلامك إنه الحكومة أو حكومة دكتور حمدوك لما تكلمت عن المرأة، أنا أفتكر إنه يتكلموا عن المرأة بتاعت الحضر وليس مرأة الريف إطلاقا، وليست مرأة الهامش، لا تذكر ذات وي. فالمرأة قبل الدكتور بيقول انه نحن دي مشكلتنا دائما بنخد الحاجات بمنعزل عن القواعد بتاعتنا. انا بفتكر انه المراه في الريف هي القاعده، هي اصلا المراه. يعني انت اذا داير ترجع للمراه، ترجع للمراه في الريف اللي هي صانعه المستقبل، وهي الزارعه، وهي الصانعه قبل ما يجيها سياسي يقول ليها، هي المربيه في الحته دي، هي اللي شاركت في العمل ده. فانت اذا داير تقول مثلا تنقول من السيف من الزراعة مثلا المجال هي عشان توديها لك لشيء متطور في الزراعة التساعدة، المفروض الكلام ده يكون على المستوى ده، لكن ما يكون على مستوى انك انت داير تجيب مثلا حول انها جات من الغرب عشان تبقى تمثل المرأة هنا. لو انت تتكلم من المرأة في قواعد، في القواعد، فدي مشكلتنا هنا. هو بعيدة بين الناس هنا في المركز لما يتكلموا عن المرأة، وبين المرأة القاعدة هناك في الريف، وبعض الحاجات اللي هم بيقولها من المرأة في الريف بتقبلها. والله أنا بس عندي نقطة هنا داير أقولها. أنا بفتكر حتى على مستوى المركز، النقطة دي استفزتك يا دكتور. لا، حتى على مستوى المركز أنت داير النساء ينالنا يكتسبنا المكانة بتاعها، أنت ما داير تتفضل عليهن. يعني يعني حس النظرة تحت البرجوازية الصغيرة دي لمساهمة المرأة والاستيراد نماذج بتاع التفكير نيوليبرالية ومحاولة إسخاطها على واقع يعني اجتماعي سوداني. يعني القضية دلوقتي مش مركز وهامش، القضية إنه في حالة بتاع إسقاط كده في تمبليت، في نيوليبرال موديل. جات جماعة كده زي الجات من الحتات المريخ البداء وبو جونازلين اسقطوا، عملوا دارين اسقاط للموديل ده على الواقع السياسي السوداني. انا بفتكر يعني حتى النساء اللي يكون جزء من الحراك الثقافي والفكري والسياسي اللي جاب هذه الثوره غيبنا، وتم تقديم نماذج يمكن
التحكم فيهن مثل ما كانت تفعل الإنقاذ. يعني الأخوات اللي كنا بنشوفهم في البرلمان وكده بيهتفنا وبحياة الإنقاذ ويرشحنا البشير لسنة 2020 و2050 و2020. كان أخواتهم في الريف يضربنا بالطائرات. فالسيستر هود هذه الأخوة هذه غائبة لأن المجتمع ذاته أصبح متصدع بحكم السياسة والفعل الثقافي غير الرشيد. فأنا داير يكون في سيستر هود على مستوى الريف على مستوى الحضر وبعدين ما يعملوا لنا إسقاط لموديل ديفلوبمنتال موديلز مشاريع تنموية. هذه نحن لابد يكون عندنا فلسفة تنموية نابعة من الثقافة بتاعتنا السودانية وده بلد حريق وعميق يمكن إحنا نطلع منه موديل محترم جدا بدل ما نقعد ننتظر يجيبوا لنا والله المؤشرات ال 17 بتاعت السستينبل ديفلوبمنت جولز ولا يجيبوا لنا موديلز من الوورلد بانك ولا IMF. دكتور أنا بتستوقفني دائما عبارة الدكتور منصور خالد ذكرها في كتابه النخبة السودانية إدمان الفشل في قضية الجنوب في أنه النخبة السودانية الحاكمة لم تستطيع أن تتعامل مع قضية الجنوب بوعي كافي وألقت كل إهمالة لهذه القضية وعدم قدرتها في سير بها في الطريق الصحيح إلى المستعمر. وزي ما قال الدكتور منصور خالد أكثر من 50 عاما وظلت المشكلة قائمة والسودان غير مستعمر. فإلى أي مدى نقدر نقول أنه النخبة السودانية متى عندك كلام كثير في النخبة السودانية دي ذاتها يعني النخبة السودانية هي السبب الأول من معوقات التنمية في السودان؟ أول حاجة أنا البلد دي ما شايف فيها نخبة بالمعنى الكلاسيكي يعني في شلليات يعني لكن نخبة نخبة مثلا لما أنت تتكلم عن بريطانيا في عهد التنوير والريفورميشن والإنلايتمنت وتجي أمريكا الأيام الفاوندينج فاذرز لما كانوا شغالين في الرجال الذين صنعوا الدستور وكده في نخبة هناك لكن هنا في شلليات في عصابات تتبادل أدوار معينة. أنا أوافق الدكتور والعم الفاضل منصور خالد في أنه مش أن إحنا لم نعد الدرس نحن لسه في حالة غيبوبة يعني انفصل الجنوب ولم نعد الدرس ودارفور احترقت ولم نعد الدرس والريف يشتعل يموتوا النوبة والبني عامر وبعد شوي النوبو يموتوا مهرية ومساليد وأن إحنا في حالة بتاع التزاكي على الواقع. المشكلة قدامنا واضحة في هروب 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 وبعدين رداء الضمير عرفت كيف يعني في تسوية تاريخية لابد تتعمل في حقوق تاريخية حقوق دستورية لابد تقنن وبعدين في استراتيجية بتاع التنمية الوطنية ده مفروض تتعمل. ما في مجال للتزاكي وللعبة الثلاثة ورقات لأنه نحن running out of time لم يعد لدينا الوقت. تسوية تاريخية يعني إذا مسكت الإشكال حسا بعد أنا ما أعرف أنت دار تتطرق لهذه القضية أم لا إذا مسكت الإشكال اللي حاصل في دار مساليد في ظلامات تاريخية وقعت على هذه المجموعة الإثنية قبل دارين نقفز إلى الأمام ما رجعنا تكلمنا عن أنه حصل شنو والتعدي حصل على ممتلكات هؤلاء الناس وأراضيهم والقتل اللي حصل لهم دارين نقفز من دي ليه قصة التنمية كيف انت حتقفز من غير ما تعالج تلكم الجريمة الشنعاء في شعب جات طائرات ضربته بعد شوية مدرعات تحركت بعد شوية في ناس جو استلموا الأراضي بتاعته من خارج الحدود انت ما دار تتكلم عن هذه الإشكالات وما دار تتكلم عن الحقوق الدستورية والواجبات ولسه ما دار تتكلم بصورة علمية وموضوعية عن موضوع التنمية المستدامة والتنمية الذكية. فأنا بفتكر غياب المنهجية ده ما يعني ما نديهم ذات النخب دي الأكثر من حقهم دي مجموعة دي شلليات تتبادل في أدوار وفي السابق كان حتى الشلل القديمة كان عندها مستوى من الرفعة حس عندك الشباب بتاعنا البرجوازية الصغيرة دي بيفتكروا إنه ممكن يختطفوا هذا الوطن ولن يختطفوا هذه المرة. أستاذ حواء يعني أنا داري في 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 نقطة مهمة ذكرها دكتور الوليد اللي هي ما دار الآن أو ما يدور في دارفور الحبيبة. أفتكر إنه الناس بيلخص مشكلة دارفور دائما في الصراع العسكري والسياسي وأعتقد إنه
مشكلة دارفور هي في المقام الأول قائمة على مفهوم الصراع الإنساني التنموي. صحيح، هي المشكلة ما قصت صراع بين زي ما قلت عسكري و مدني، ولكن المشكلة بتاع التنمية، والتنمية هي زيادة، مشكلة التنمية جات من عدم العدالة. وزي ما ذكر الدكتور إنه نحنا يعني ما في حكومة جات وعاند على الجذور بتاعة أي مشكلة، يعني سواء كانت في دارفور أو حتى قبلها نحنا في مشاكلنا في جنوب كردفان وفي جبال النوبة. ودي قضية متأصلة من قبل من زمن الاستعمار والاستغلال، وما زالت يعني ما في زول أو ما في حكومة يوم ناقشت هذه القضية من جذورها. لا، والقضايا دي ما هي قضايا جديدة. أيوة، هي ما قضايا يعني جديدة، بتجي حكومة وبعدين بتحاول تعمل نوع من الترضيات أو نوع من التغطيات. ولذلك إذا أنت طيلت ما أنك أنت عندك جرح وبتحاول تغطي فيه وتدمله أكيد ما حيستمر المسألة دي، وكل مرة المسائل دي حتسهر في خلافات بتاعت أرض، حتسهر خلافات بتاعت ودي لأن بسبب عدم العدالة في الحق وفي الحياة العيشة في الحياة الكريمة في التنمية في إنك تكون زول، ودي كلها أسباب في النهاية الفقر يعني. نعم. أنا داير أمشي للإشكالات البنيوية والمؤسسية في قضية دارفور. بالضبط. أيوة، فضل. يعني أنت إذا رجحت ل 65 تلقى إنه حصل خلاف بين الإمامين الهادي عبد الرحمن السيدين والصادق المهدي. التجليات بتاعتها طوالي صراع بين الرزيقات والمعالية. نعم. عرفت كيف؟ يعني هم ذاتوا عشان يطلعوا من الإشكال هنا بيقوموا بطوالي بيعملوا ليه بيحولوه إلى الريف السوداني. نعم. لما حصل الإشكال بين المفاصلة ما بين الإسلاميين أنفسهم اتخذوا دارفور ساحة خلفية لإدارة الصراعات بتاعتهم، لأنهم أموالهم هنا ونسائهم وأولادهم وكده ما دارين يخوضوا المحترك العسكري هنا، قاموا خاضوا فين؟ مستغلين طبعا يعني الطموح غير السوي عند بعض المجموعات الإثنية وكده، وقاموا أشعلوا دارفور. طيب الليلة لما احتدم الصراع، في صراع خفي ما بين البرجوازية الصغيرة المهيمنة على قحط، يعني الفصيل المعين داخل قحط الذي استطاع بقدرة قادر أن يهيمن على المشهد، في صراع بينهم خفي وبين حميدتي. يبقى الحاضنة الاجتماعية والسياسية بتاعت حميدتي وين؟ هناك. خلينا ما عاجبهم شكل الوفاق المجازي فليكن مجازيا الحاصل دلوقت بين أبناء الهامش أو أبناء غرب السودان، لسيما الزرق والعرب، فيقوموا يشعلوا النيران في الريف. لابد نبحث عن العقل المدبر لهذه الأمور، العقل المركزي هذا هو الذي يدير هذه الصراعات. لا أنكر أن هنالك يعني إشكالات على الصعيد الأرضي في مسألة التنمية والتقاطعات بين الأرض والهوية، هذه لا أنكرها، لكن الصراع السياسي هنا. بعد ذاك نجي للإشكال الاقتصادي، 80% من الجي دي بي الناتج القومي الإجمالي بيجيك من الريف السوداني، الريف الشمالي والوسط، بلا شك بيرجع له أقل من 5%. فلما تجي حتى لما تجي حس الولادات دي لما يجوا يتكلموا لك عن رفع الدعم، ما لم يستعينوا بجهة بحثية عشان تديهم ورقة فيها options فيها سياسات. يعني ما انت لما يكتبوا لك الورقة العلمية بيجوا في النهاية بدوك policy options، بدوك خيارات، الخيارات دي انت بتختار ايهم يتوافق مع الواقع السياسي. نعم. بتاعك. نعم. لكن نعم. لا يمكن ان تقفز فوق الأوراق البحثية والخيارات مستوردة، لا أو مصطنعة حتى. نعم. محليا. نعم. نعم. فلما يجوا يتكلموا ليك عن رفع الدعم، طيب يا أخوانا ما لابد يكون في إحصائية يعني دقيقة، إحصائيات دقيقة مش على مستوى الخرطوم، على مستوى القطر، وتدعمل بايلوت بروجيكس سريع جدا عشان تورينا شنو لابد نستنطق الريف السوداني ده والريف بتاع الخرطوم عشان نختار يعني سياسات تحيل المعضلة بتاعت الوطن مش المعضلة بتاعت الخرطوم. نعم. هم معنيين حسب الخرطوم. والتفكير بتاع حسن الترابي زمان
كان بيتكلم ليك عن انه يا اخي الشركة فيه كم 3 مليون يعني ام بده احسن لي منه يعني من غير ما ينظر للبعد الجيوستراتيجي في للشرق. الايديولوجيات دوما في الحكم نظرتها ضيقه والله انا بفتكر اجراميه كمان يعني. هم الجماعه ديل بعد ما بعد ما بعد ما فقدوا دارفور جابوا فيها دائرتين ولا كده الجبهة الإسلامية القومية اتخذت قرار بأن تدمر دارفور. ف 1992 جاء سعوا لأنه الأراضي بتحت الزرقة دي بتحت المساليت والفور وكده يشيلوها ولكن ما حقدروا يشيلوها بيننا نحن العرب الأصليين في السودان واللي يكون اللي جزء أو أهلك الحوازم ناس حواء ديل ولا كده اللي هم كانوا جزء من الوجدان بتاع السودان ودخلوا قدير ديلوا بعده قاموا الناس حسن الترابي وعلي الحاج عملوا لنا إحلال يعني نفس المهري اللي هنا ده أنا أستبدله بمهري من كات والزغاوي الأصلي أستبدله بزغاوي أجيبه دعمه وبتاع الشرك البني عامر أجيبه أريتريا عشان شنو عشان يقدر يتحكموا فيهم لأنه النوع ده من الصراع لم يكن ليكون لو كنا نحن أصحاب الديار موجودين. لا يمكن أن أقتل شخص يا أخي في الدارية بتاعتنا يقول لك أخوك لو قتلك بجرك للضل أيوة. هل يمكن أن أقتل شخص وأحرقه هو أولاده وزوجته؟ عشان كذا نحن حنيجي بالواقع الحال لكن بعد الفاصل. أنا ما زلت أعزائي المشاهدين في حضرة ضيفية الدكتور وليد آدم مادبو والأستاذ حواء جديد كباشي. تابعونا بعد الفاصل في حوار آخر كونوا معنا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى وما زلت ارحب بضيوفي الدكتور وليد ادم ماديبو خبير الحكمانيه ومستشار التنميه العالميه والاستاذه حواء جديد كباشي خبير الاقتصاديه والاجتماعيه. دكتور وليد نيجي للواقع السوداني الان ما بعد ثوره ديسمبر والان التنميه وما يدور حولها وخاصه مؤتمر التنميه المستدامه والذكيه. كيف نخلق تنمية مستدامة وذكية في هذا الوطن؟ لكن احنا لكن قبل استاذ حوائي ده بقى تعقيب انا عندي تعقيب في الحتة قبل ما تمشي للتنمية المستدامة دي وبتكلم انا هنا حتة الحتة بتاعت الدعم دي يعني ده الدعم ورفع الدعم وكل الحدوث الماشية اليومين دي يعني في الصحف وفي اي حتة الناس اللي بتدافع عن 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 عدم رفع الدعم عدم رفع الدعم رفع الدعم رفع الدعم لا ما يخلوا يعني ان يكون في دعم معنى عدم رفعه صح ده استدعى عدم رفعه نعم يعني ما حبا في الناس اللي هي اساسا المفروض تكون مدعومه لانه الدعم ده اساسا ما قاعد يصل الجهات المفروض هي تكون مدعومه ونقول مثلا في الريف كويس يعني مثلا الكهنة الكهرباء بيقول لك الكهرباء والله الدولة دعمها بتديك 200 كيلو وات ولا وات فري او بتسعر الباقي تجاري ال200 دي المواطن ذاته اللي قاعد في الريف ولا انا هليل في الكراكير هناك ما بيستخدموا كهرباء ما بتصلوا ولا بتصلوا في مناطق في السودان اللي ما جات الكهرباء القوميه أيوة نعم. يبقى الدعم ده ما واصلهم نحن اهلنا في السودان كم زول بياكل رغيف يعني مش ناس العاصمه يعني كما في المدن نقول الصغيره برضو ان الماشين الغالب يعني الريف الاباله والبقاره والناس قاعدين هناك في الجبال ما قاعدين يعني الوجبات المحليه نعم. البنزين كويس منو في الريف احنا عندنا مناطق العربيه لو جات الناس بيجوا جارين عشان يتفرجوا في انه عربيه جات انا بكلمك كم سيريس يعني بعد الحته دي كويس زي ما راي معوض زمان ايوه يعني يبقى المساله دي بيبكوا عليها الناس المستفيدين منها هنا في المدن والحضر رؤيتهم للمساله دي انه هنا لا يعني مساحه استاذ حواده تقول انه القصه دي في مساحه جغرافيه ضيقه
جدا في مساحة الديمقراطية، وهي ما حط يعني هي ما مستفيد منها الإنسان الحقيقي المواطن السوداني الحقيقي اللي محتاج ليها. ولذلك أنا بفتكر إذا الدعم دي استخدم له في تنميته في منطقته اللي هو محتاج لها، يعملوا له الشارع ويعملوا له الموية ويوصلوا له وبعدين الكهرباء ويدوه العلاج يكون أدى غرضه في تنمية الحال، أدى غرضه في تنميته، لكن لما تنمية الحضر نفسه لكن لما انتقي هنا وتناقش لي الدعم بعدين هسي قالوا للسيد الوزير على حسب أنا والله نحن خلاص كده نرفع الدعم ده تدريجيا، لكن نديه 6 شهور وبعدين نعمل حوار مجتمعي. الحوار المجتمعي برضو انت هتحاور اهل المدن وهم هيجوا يقول لك لا احنا ما داري ما ترفعوا الدعم، ليه؟ لانه انا عندي 6 عربية لما ترفعها هشتري بنزين ل6 عربية بكم، او عندي 4 سبلت لما تعمل لي الكهرباء وهذه اللقى، وبالتالي برضو يعني حيقولوا برضو الناتج بتاعه بتاع بكل زول بيفكر حسب غرضه. دكتور وليد انا كلام السحواده يعني برجني ثاني كلام قلت لك قبل شوي، انه هل هنالك تنميه مستدامه وذكيه الان زي خطاها في الواقع الحالي السوداني انت شايفه ديه، ولا القصه دي برضه للتيك بالدارجة كده الناس بتلتك بس؟ هو انت جبتها من الاخر، انت حسي جاوبتها، لانه في غياب في ما هو 3 حاجات: الرؤيه المنهجيه نعم والمقدره المؤسسيه. طيب واضح جدا انا حسي لما استمع للخطابات بتاعت الجهة المنوط بها قيادة هذا البلد اللي هو رأس الجهاز التنفيذي، أنا ما شايف رؤية. يعني حاولت أستمع وبعدين ما في منشورات ذاته عشان أستند عليها وكده، ما في رؤية، لأن دائما أنت بجيك فيجنري في إذاعة ما في ورد في إذاعة بالمناسبة طيب أنا داي الرؤية، الشعوب دي نهضت دائما بأنه في شخص فيجنري جاته فيجن كده وقام ملكة لمنه ملكة لجهاز مقتدر بيعرف كيف يتعامل مع المنهجية بتاعت التخطيط. طيب اللي هو إذا أخذت الرأي بتاع سنغافورة ده، واللي هو ده استخدم يعني مش الحديد والنار، لكن استدفع الدولة بتاعته تجاه رؤية معينة. طيب الإشكال حس إنك أنت ما عندك مقدرة مؤسسية، لو بقى عندك الرؤية وبقت عندك المنهجية ما عندك المقدرة المؤسسية. بمعنى شنو؟ أي تنمية في الدنيا عشان تحصل لابد يكون عندك think tank، لابد يكون في جهات بحثية بتديك أنت الأرقام، بتديك الحقائق العلمية والموضوعية، بترفدك بها من الداخل ومن الخارج. يعني أنت يكون عندك جهاز التخطيط ده بيجيو روافد من الخارج ومن الداخل، في إحصاء لا، وبعدين في معلومات وفي تحليل وفي فلسفة تنموية تنصب في دائرة معينة هي بتعمل الفلترة دي، بتقسم الأشياء وبتقوم بترفعها لمكتب بيكون دائما في بريطانيا جنب طوال المكتب بتاع رئيس الوزراء بيكون هو متابع المؤشرات. في أمريكا مكتب برضو طوالي لو لزيت واحدة من الأبواب بتلقى ليك زي 20 ولد كده منكبين قاعدين بيفكروا. انت هنا شيلت، نرجع للقضية بتاعت حواء أختنا حواء، في انه انت شيلت جاء وزير مالية رجل عالم ومقتدر وكده وبي ون مان شو كده، طبعا يعني لم يشرك الآخرين بصورة منهجية طبعا، وقمت شلت الأتهم منه قاموا وديته للجنة المركزية بتاعت قحط قالت لك أنا ما دايرة. طيب ما هي أهليتك أنت عشان تقولي والله ما دايرة البتاعة دي؟ هل هي وجهة نظر سياسية أم وجهة نظر اقتصادية؟ يا أخي مقدرة المؤسسية أجيك لها فيها قضية معينة جدا. الأسلوب الكيزان دمروا به هذا البلد فكرة السلك البراني. لا يمكن أنت تجي الليلة لدولة وتتهم كل الجهاز المادي بتاعه بأنهم كيزان. ما أنت عشان تنهض بالبلد وتكون في sustainability، يكون في استدامة، أشرك هؤلاء الناس فعيلهم، زيد المقدرات بتاعتهم، والشخص اللي ما حيواكب معك في الرؤية بتاعتك طوالي استبعده، get rid of him. فالوقت أنا عشان أجيب عن سؤالك، لا في تنمية ذكية بمعنى أنه قائمة يعني مستفيدة من الانفتاح
من مناخ العولمة هذا والإمكانيات المتاحة للبشرية، ولا هي مستدامة بمعنى إنك أنت عندك وسيلة يعني لتتبع ما قد تم إنجازه، وإذا كان هنالك ثمة إخفاق فما هي الوسيلة لإنك أنت يعني تراجع هذا الأمر؟ لأنه نحن في التخطيط عندنا طريقتين، بيجب نعاين الأهداف الاستراتيجية العليا بعد 5 سنين لم تتحقق، ما هو الإشكال؟ هل هي كانت أهداف غير واقعية ولا كان في شروخ في دورة تصميم وتنفيذ السياسات؟ أغلب الظن يعني مثلا في بعض الدول كنا خاتين مثلا 184 مؤشر نزلناهم ل 79، 174 مشروع نزلناهم ل 79. بعض المرات بتكون الأهداف واقعية لكن بيكون في شروخ في دورة تصميم وتنفيذ السياسات، ما بكون في تم إشراك للستيك هولدرز للمواطنين، أو ما كان في التزام من قبل السياسيين، أو ما كانت في إمكانيات مالية متاحة للباحثين. أنا في سؤال مشترك لكم حبيب أستاذ حواء، يعني أنا بسوق كلامهم ده بسقطه على المشهد السوداني الآن. يعني في حماس شبابي، في جماعية كده، مين الثورة دي قامت بحماس شبابي وجماعية كده؟ صحيح برضو في أشياء مختلف عليها، يعني هل دي ثورة ولا انقلاب؟ لكن يظل السؤال المهم جدا للناس، مرات العاطفة السودانية دي والجماعية دي بتقودنا لضلال أكتر من الأول. هل يعني الهتافات وأرفع يا حمدوك والقصة دي بتحل مشكلة السودان؟ والأمناس كتار جدا في ملاحظاتك إعلامين بنستطلع الرأي العام بشكل أو بآخر، ناس مستبشرين بالشباب، لكن يظل السؤال الشباب لو ما كان في عقل قائد اليوم، وقام زي ما قال دكتور الوليد في قضايا التنمية والاستشرافة، فالقصة دي هل هي إيجابية لصالح السودان ولا هاشمية كده هوية وحنصحوا عملنا على حلم موزع؟ والله هو طبعا زي ما أنت شايفة أو أنا دي وجهة نظري، يعني المسألة كلها حتى من الأسيوم إنهم يكونوا ناضجين بيتعاملوا مع المسألة بطريقة عاطفية. نعم عاطفة. عاطفية شديد. زي ما قال الدكتور، يعني لا في منهجية، لا في مؤسسية، لا في تخطيط. بيجي رجل يقول هو عالم في الاقتصاد، يتعامل مع جهة بتتعامل مع هذا من منطلق سياسي. يبقى هنا بيكون في كونفليكت بين السياسة والاقتصاد. السياسي ما بيفهم إنه الاقتصاد ده هو علم البدائل. يعني بعمل حاجة إذا ما حصلت بكرة بتمشي، لا. السياسي بنظر للمسألة دي في النهاية هي بتحقق شنو في حزبه. يعني هسي طمن وجوده. أيوة طمن وجوده. نعم. يعني هسي صراع حول هذه الميزانية ورفع الدعم وكده، وكل الإخوة في قحط زي ما قال الدكتور هسي تعاملوا معها من منطلق سياسي. كل زول بيشوف إذا أنا قلت كده مثلا الدعم يرفعوه ولا خلوه، دي الامباك بتاعه على شنو في الحزب بتاعي وليس على الوطن والمواطن. ردت فعل الشارع العام. ردت فعل الشارع العام. نعم. وبعدك انفورشنتلي هم بيحركوا الاجيال، لانه المساله كلها بقت عاطفيه، بيحركوا الجانب الثاني من الشباب في الحته بتاعت العاطفه. نعم. دي دكتور شوف القصه بتاعت الهتافيه دي يعني there is a limit as to how much it can carry you. يعني في حد معين كده الهتافية حتنتهي. يعني بمعنى شنو؟ أنا بفتر. لا مش بفتر، ما الناس بيكتشفوا بأنك أنت بتستغيل في العاطفة بتاعتهم، وقتها ردة الفعل بتاعتهم بتكون قوية تجاه ضدك. يعني مثلا أنا استمعت هذا المخوف استقحت بربع الدعم يزوت. لكن أقصر الطرق هي الصدق، أنك كنت أمين وصادق. نعم. مع الناس. نعم. وتبطل الأساليب بتاعت الفهلوة والتزاكي على الناس وكده، لأنه في وعي. يعني أنت قبل قلت هل هي ثورة ولا انقلاب؟ دي ثورة مجيدة، ثورة من أعظم الثورات اللي حصلت. أنا أكاد كمان أستخدم منطق صوفي وأقول هي إفاقة روحية، يجب أن لا نفوت هذه الفرصة. بدل ما نحن نحاول العاطفة بتاعت الشباب دي يعني ننتظر عامل الوقت عشان العاطفة تنتهي، يا أخي استخدم هذه الهمة الراشدة تجاه وجهها للبناء. يعني ما تضيع البوتنشيال ده بوتنشيال كبير. ما تقعد تعمل لهم غنائيات وشعراء وكده وهناي. لاحظ أنت الاحتفائية والاحتفالية بتاعت 25 ديسمبر اللي كانت في قاعة الصداقة،
أنا استمعت لها جيد جدا من A to Z. صديقي القدال أبدع وجو بعده ما أعرف مين والولد المغني ده الشاعر أحمد أمين استمتعت جدا. لكن أنا يعني بعين الناقد أو الباحث الاجتماعي شعرت بأنه الاحتفائية دي بلا روح بلا روح. يعني إذا سنة بس بعد الثورة المجيدة الاحتفائية كانت بلا روح السنة الجاية هتكون موجودة أصلا. فتكون أنت يعني إحنا حسنا ليست حرصا على حمدوك, إحنا حرصا على النهضة اللي ممكن يعني إعمال حمدوك مستفيدة من المانديت اللي توفر له. يعني أن إحنا حريصين على إنجاحه ليه؟ ما شايفين الإشكالات في الكابينت بتاعه, لكن لو ضيعنا هذه الفرصة حنرجع تاني للاستبداد. وإنت شايف حس الحرية الآن إحنا لاقينا دي يعني حاجة عظيمة جدا ما مفروض نضيعها. لكن كمان الحرية ما بتحافظ عليها بالهتافية, إنت بتحافظ عليها بالعلمية وبالمنهجية وبالموضوعية. موضوعية. أنا شايف يعني فضل زي 5 دقائق من ختام الحلقة بس داير يتكلم عن مسارات السلام والآن جات مسارات كثيرة كده في النص. الكلام القبيل قلناه إنه واستشهادنا به دكتور منصور خالد إنه ما زالت قضية الحرب في السودان موجودة وفي أشياء مزعجة كده بتحصل. يعني بتجي بوستات وكلام في إنه الله ياه ما زالت الدولة العميقة بتحرد وما زالت. أفتكر إنه الكلام ده لحد كبير فيه وفون من عدم القدرة على القراءة الحقيقية للأشياء. الناس بياخذوا علي يعني الحدة, لكن الحدة هي ما زي المشرط. أنا داير الغرغرين عشان أنا قاصد الحدة دي. ما في دولة عميقة يا أخي. في بيوتات وضيعة في سبيل الحفاظ على مصالح الاقتصادية والسياسية مستعدة تضيع الهمة بتاعت الوطن كله. طيب الليلة كل المحتاجين شنو؟ أكثر من الانستيتيوشنال سيتنج يعني الترتيبات المؤسسية المايند سيت التفكير ده بتاع العصابة يتغير. حل أمور السودان كلها هي في حل العصابة لنفسها. يعني لابد يعرفوا بأنه إذا أنا حجمي في السكاني والموارد بتاعتي وتاريخ وإسهاماتي الوطنية كلها خدتها مع بعض ما بتساوي 10%, أنا ما ممكن يكون حظي في جهاز التشريع وفي مجلس الوزراء 90%. زمان كان الناس شنو مغيبين حسن عتقوا من الخرافة. يعني أركب لك عربية أمشي أقول لهم والله الله أكبر ولله الحمد والقرآن دستور الأمة حيعينوا لك كده حيقولوا يا سلام ده جميني يا كوكب. أن إحنا قضيتنا هنا سلام وتنمية. نحن دلوقت إعلان الحرية والتغيير ده إذا ما مشى دارين نعمل إعلان بتاع السلام والتعمير, دارين نمشي في اتجاه يعني ما نضيع طاقتنا في إننا ننقض قحط, نمشي الطاقة دي تجاه إننا نبني حاجة جديدة. أنا داير أقول لك يعني ما داير أحرم أختي حواء من الفرصة, أنا بفتكر إذا 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 الناس دي الحريصين على إنه يعني يكون في سودان, ما هو حس السودان ذا سيتشظى فكرة المسارات دي كلها اللي جاب شنو التعنت بتاع العصابة السمول برجوازي دي الطفيلية الرأسمالية هذه حتضيع على السودان فرصة رئيسية. لو كان هم ما أقصوا الجبهة الثورية على علاتها إذا لم تقصى كان أن إحنا مفروض نمشي تجاه الحل الوطني الشامل ويكون في مؤتمر دستوري يجوا في ناس علماء يناقشوا فيه الظلمات التاريخية يمشوا منه للحقوق الدستورية وبعد ذاك نمشي طوالي. أنا بس حفيت مهمة. أنا في هذا البرنامج يعني اشتغلت زهاء 18 حلقة أظن تقريبا معظمها مع قيادات في الجبهة الثورية مع مختلف مكوناتها كلهم قاموا أجمعوا على أنهم في إرادة من الحكومة الآن. لكن استوقف لي امبارح القرار بتاع إيقاف التفاوض من الطرفين بعد القصة بتاعت تغربي دارفور. فسألت في سؤال يعني ليه الناس ما قامت سمت بالأشياء دي ومشت بيها؟ ليه الطرفين سواء الحكومة أو الجبهة الثورية هم بس في 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 في, في نقطة ما بيقيفوا يقولوا هن مدينهم عين ولا القصة هي لسه ما قدروا يستوعبوا إنه التفاوض محتاج لكثير من الرؤية الواسعة.
شوف القصة بتاعت غرف دارفور دي طوالي لما تحصل كارثة زي دي بتكون طوالي بتعمل لك فلاش باك للتاريخ الحصل القريب. في 51 شخص عسكريين وأمنيين متهمين بحرب الإبادة في دارفور. الدولة لم تظهر جدية تجاه هذه القضية. الدولة استنكفت عن إنها تطلع حتى مجرد خطاب اعتذاري تقول والله يا أخواننا في مظلمة وقعت تجاه مواطنين سودانيين أصليين وإنه هذا الأمر يعني لابد أن نتخذ خطوات تجاه إصلاح هذا الأمر، نجيب المجرمين، ندي الناس حقوقها، الأشخاص المعتدين ديل لابد تتويرهم من الأرض اللي احتلوها دي، تتويرهم بنفس الآليات الطرطة بها الناس الأصليين، مدرعات، طائرات، المهم هم يتويرهم من هذه الأرض دي، الأرض دي حقت ناس آخرين. فما في خطاب لا على مستوى المجلس السيادي ولا مستوى الجهاز التنفيذي. الجهاز التنفيذي نهائيا بيتكلم لغة بتاعت صغار موظفين ولا حتى كبار موظفين، الخطاب لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي نعيشها. فيبقى العقدة بتصيبهم في اللحظة دي، بيعرفوا بأنه ده يعني لابد بتستوقفهم العقدة ولا يستطيعوا أن يواصلوا. أستاذ هواء، أنا ده رجع للحتة بتاعت المسارات دي. نعم، انا بفتكر ان الدوله كانت جاده يعني صح في الـ في الـ في الـ في الـ او في اراده زي ما انت قلت، ولكن انا في رايي هذه الفكره بتاعه المسارات دي اضعفت القضيه الاساسيه من اجلها الناس شالت البندقيه. وده الكلام اللي بيتكلم عنه الدكتور، انه ما في زول بيجي بيعترف في يوم من الايام بيقول مش هسي بس ندر فور الشارع ارضهم من ان احنا في جبال النوبة من زمن المناطق المقفوله، ويدفعوا الجيزيه وهم ساقرون زي ما جات زمان في الحرب. بكلمك ده في التاريخ طبعا. ما في دوله جات اعتذرت. يعني انا مره ضربت في افتكر في التلفزيون كده هنا، انا قمت قلت لهم ان احنا في 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 كندا كويس، الحكومه الكنديه بعد 150 سنه اعتذرت للابريجنال انهم هم عملوا معامل، والحكومه اعتذرت لهم اعتذار رسمي ومعلقه دي البتاع ذات حصل فيها الاعتذار دي. فلما تجي حكومه رسميه مسؤوله عشان كده من دين الناس بعد ذاك بتفتكر فعلا انها ممكن تكون سوى وتقعد بطريقه جاده. لكن حسي هم جقسموا لنا المساله ذاتها في مسارات، شتتوا بها القضيه، اضعفوا بها القضيه، بدل كانت المنطقتين ودارفور بعد شويه كانت في الشرق، بعد شويه جاتنا قصه ثانيه اللي هم الناس ذاتهم هم سبب اذيه جاتنا، قالوا الوسط مسار الوسط. نعم. طيب دكتور الوليد استاذ حواء، انا في الختام داير منكم روشيتة سريعة، كل زول في دقيقتين. هي صحيح ما بتكتفي دقيقتين؟ لا انا اقل من دقيقة. لكن روشيتة في انه ما داير نرجع لورا، داير نمشي لقدام، داير نقوم نسوق كل المكونات السودانية يسار يمين حرية وتغيير وغير ذلك، في انه خلاص نمشي لقدام، ندفع بالتنمية، ندفع بالسلام. ما الخطوات التي يجب ان نسير عليها؟ نتجاوز هذه الثنائيات بتاعت يسار ويمين ومركز وهامش، ونمشي من منطلق تنموي، نمشي تجاه التنمية الريفية الشاملة. الريف ده بيبتدي من هنا من غرب ام درمان لحد ما يصل اقصى البلاد. ده في اطار التنموي. في اطار السياسي نبعد قدر الامكان عن الاقصاء ونمشي تجاه الحل الوطني الشامل. استاذ هواء، اقول ان احنا عندنا اشكاليه في عدم قبول الاخر. اتمنى انه نحن نقبل الاخر، نقبل بعضنا البعض. وهنا البدايه صحيحه، وده البدايه الصحيحه. نقبل صح في اخطاء الفتره الفاتت، حتى لما كانت الوثيقه فيها اخطاء، لكن احنا قلنا عشان نمشي خطوه لقدام لازم نقبل عشان نقدر نمشي. واثناء ما ماشيين بنصحح. فنتمنى انه اخواننا في يعني في الديسيجن ميكر يسمعوا كلامنا دي، صانعي القرار. ايوه صانعي القرار. نعم. يقبلوا الاخر. نعم. يقبل قبول الاخر. دكتور. ويحاولوا يدفروا لنا في انه نمشي لقدام. دكتور الوليد حواء، انا بفتكر الفرق بين وضع السودان ووضع الابوريجينالز انه هناك في ظلم الاغلبيه للاقليه، هنا ظلم الأقلية للأغلبية. هذا المشكلة. السؤال هو فور رطافة وطرافة يعني. دكتور وليد، نحن مترعين بكلمة تكنوقراط،
في تكنوقراط حقيقي الان في الحكومه الحاليه ولا مجرد افنديه موظفين؟ في 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 ثلاثة وزراء ونص تكنوقراط ديل ينطبق عليهم كلمه تكنوقراط. الدائره يبغى تري على سبحان الدكتور وليد ادم ما ديبوك دكتور احنا ولسه بنزعل من النص ده. انا شاكر لك دكتور وليد ادم ما ديبو خبير الحكمانيه ومسار التنميه العالميه ونورت البلد. نور الله قلبك. كثر خيرك كثير. ايضا شاكر لك الاستاذه حواء جديد كباشي الخبير الاقتصادي والاجتماعيه. شكرا لك. كثر خيرك كثير. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك فيكم. اذا عزيزي المشاهد الكريم دي كانت حلقتنا اليوم في معوقات التنميه في السودان. لحد ما نتقابل في حلقه قادمه من حوار اخر هذه عاطر تحايا الفريق العامل وتحياتي. السلام عليكم ورحمه الله.